انا عايزه اقول لك انه يعني الجمهور بيحب يعرف حته دايما نقولها على احمد بدير، الانسان. يعني هل الانسان الوفي دايما عايش في داخلك، عندك وفاء؟ الحته دي كتير بيقولوها من زمايلك طبعا في الوسط الفني، الانسان ده دايما عايش جواك وصاحي. هو مفيش انسان يقدر يحكم على نفسه، انما اذا كان ده راي حد فيا فيبقى كتر خيره. كتر خيره طبعا، يبقى شيء اعتز بيه. طب انا عايزه اقول يعني انت بدايتك كانت فين بالظبط؟ مسرح ولا تلفزيون ولا سينما ولا اذاعه؟ هو انا قعدت الف واخرج للشركات ومراكز الشباب وحاجات كده في مرحله التجارب. انت كملت الدراسه؟ في مرحله التجارب دي، ما انا هقول لحضرتك. خلاص، في المرحله دي بعمل وبخرج وبعمل ومش عارف ايه. نعم. كويس، الى ان قلت انا هبقى مخرج وهبقى مؤلف وهبقى مش عارف ايه، بس على مستوى الهواه، فلازم اخد مستوى الاحتراف حتى ولو دور صغير. فكانت من التجارب الأولية خالص مسرحية، أعتقد إن أنت عارفها كويس قوي. طب قول مسرحية إيه؟ مبروك. مبروك. كانت بطولة شفاء أبو السعود ومحمود الجندي والفنان العظيم المرحوم محمود المليجي والأستاذة الكبيرة زوز وحمدي الحكيم. يا سلام. وأنا كان إخراج الأستاذ شاكر عبد اللطيف. أيوة. وتأليف الأستاذ لينين الرامي. وكانت على مسرح الجديد مصطفى بارك الله يرحمه، ده له افضال عليا على فكره، كان صاحب الفرق. الله، ادي حته جميله اهي، ادي الوفاء قلنا. اتفضل اتفضل كمل. افضل، لان انا رايح من ضمن اللي بيعملوا ادوار صغيره. فبالذات انا قال لي انت كويس، خليك معايا ومش عارف ايه، وهتستمر معايا على طول. هو ما شافنيش بمثل. ما شافكش بالمثل. لا، عجيب. طيب الدور ايه؟ قعدت مستني لغايه ما قالوا لي في الجزء الثاني، في الفصل الثاني، في حفله. نعم. انت الجرسون اللي ماسك الصواني وبتقدم الشربات. انت ده انت شغال عند الاستاذ محمود مليجي. فقلت طب هقول ايه؟ جملتين كده ومش عارف. فانا قعدت بروفات بروفات لغايه ما لقيت هم الجملتين ما زادوش. فرحت داخل على مصطفى بارك الله يرحمه، قلت له يا استاذ مصطفى انت جايبني ازاي؟ انا نفسي اقول حاجه. قال لي يا بابا يعني انت في المسرح وحفله هتسكت؟ ما انت لازم هتقول حاجه. فالجمله دي حمستني جدا. وانا فعلا كل المشهد وانت حاضره ده الشربات، اتفضل يا باشا، اتفضل يا هانم. اتفضل. فجيت للاستاذ محمود المليجي الله يرحمه، الله يرحمه، الفنان العظيم. نعم. دخلت اوضته، خبطت، قال لي ادخل. قلت له استاذ محمود. قال لي ايوه. قلت له انا حضرتك اللي ايوه عارف. قلت له انا بس في جمله قبل استاذ محمود ما يضربك بالنار ماسك المسدس ويقول لك انا لازم اقتلك، عايز اقول كلمه. قال لي قول. شفتي؟ قال لي قول. دي دي ليها دلاله عندي بعد كده مهمه في حياتي. يا سلام. لان لما اشتغلت انا بقى مع ناس اصغر مني في السن، بقيت ما حدش يقول لي اقول، اللي عايز يقول يقول. يا سلام. انا اتربيت صح. صحيح، استاذ محمود المليجي طبعا علامة. رباني صح، لانه ما قاليش هتقول ايه. شاف واد صغير عايز نفسه يعمل حاجه فشجعه، قال له قول، وهو كبير مش هيخس. صحيح. فانا خدت الجمله دي منه فعلا، انه قال لي قول. وجينا في العرض في الجزء الثاني بدا، فجت اللحظه اللي بيرفعه عشان يضربه. فانا قلبي ده بقى يعني مثلا حس ان الناس سامعه صوت ضربات قلبك. فالمفروض يقول له هقتلك. الاستاذ محمود بيرد عليه، ما ردش، استنى ان انا اقول. استاذ محمود بيجي وعدك. قال لك اتفضل. فانا سكت وعرقت وضعت. فالمسرح سكت. مسرح في ثانيه تسكت، يعني كانه ظهر وقع طبعا. وقع. فكله باصص، مش عارفين الاستاذ محمود وقف ليه. فراح باصص لي، عينيه دي دخلت اختراق جوايا. هو ما شاء الله ما شاء الله صح. دخل بعينيه جوايا. انا كل ده بمثل تراجيدي، يعني ما عنديش حته ان انا اعمل كوميدي خالص. فلما بص لي وصمم ان انا لازم اقول، طالما ان انت بتقول هقول، قول وريني. فرحت داخل قلت له لا يا استاذ مبروك ما تقتلوش. وبقيت بيني وبين محمود الجندي، بين الجندي وبين الاستاذ محمود الجندي، انا في النص وبقول له ما تقتلوش.
ده خيره عليا، ده هو اللي رباني، ده ده ده، ورحت معيط فعلا. الجمهور كسر الدنيا في التسقيف انا فاكره. وبعد في الفيد بتاع التسقيف قلت له ايوه اقتلنا انا، ورحت مقدم الاستاذ محمود على المسلسل عشان هو اللي يتقتل برضه. فخد طبعا سكسي عالي جدا ضحك. ساعتها بس حسيت ان انا ممكن اعمل الكوميديا دي. يعني ما كنتش حاسس ان انت كوميديان ابدا؟ لا بس بحب نجيب الريحاني. بحب انه يضحك وهو بيعيط. فده اللي انا عملته، ان انا عيطت وضحك. انا اضيف بقى للمشاهدين، لان انا كنت في المسرحيه دي بمثل عامله دور مبروك مع مبروك، يعني كنت عامله دور خطيبته. وطبعا استاذ محمود الجندي يعني انا اطول منه برضه كتير، فكنت انا في تانية اعدادي وهو رايح يمتحن يعني في البكالوريوس كبير. فانا اتذكر الحقيقه الاستاذ محمود المليجي قال لي على استاذ احمد بدير، قال لي بص يا صفاء، قلت له ايه؟ قال لي احمد بدير عينيه كلها طموح وكلها فن، وهيبقى نجم كبير في الكوميدي. ما كناش لسه الحقيقه شفنا له اي حاجه، وكانت اول مره بنتقابل وما اعرفوش كويس، يعني ما كنتش عارفه هو بيعمل ايه، يعني بيمثل دور صغير فعلا. اصبح كل يوم الحته دي بتطول بتطول وبتاخد سكسي عالي عالي، فبقينا حطينا خلاص بقت في ضمن الروايه، كل يوم الناس بتسقف على الحته دي يعني. فهو معلش هاكد المعنى ده بتاع الاستاذ محمود قال لي قول. وده الحمد لله اللي خلى لما بشتغل مع حد بيحبني. لاني ما بقولش لحد لا. في المسرح بالذات. بالعكس بحب ده، بحب ده لانه اتعامل معايا. وتوج ده في نفس المسرح بعد مبروك ببكالوريوس في حكم الشعوب. مع نور الشريف. نور الشريف. وكان كاست كبير ومسرحيه لامعه. ونور نجم كبير قوي وانا برضو لسه صغير قوي. ومع ذلك كان نور بيقف يدي ظهره للجمهور ويسقف لي مع الناس. حلو. وبعدين كان بيبقى في مشهد هو واقف وانا قاعد، وفي ممثل ممدوح درويش قاعد جنبي. اقعد ربع ساعه بضحك وانا قاعد. والاستاذ نور واقف. لا يتململ، بالعكس كان بيضحك. فده قد ايه بيبقى جميل ان الكبير ياخد بايد الصغير. اكيد اكيد.